بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل جماهير الاهلي في كل مكان. حلقه جديده من برنامج الاشباب. في البدايه بنبارك لرجال كره الطايره في النادي الاهلي على حصولهم على بطوله افريقيا المره ال 14 في تاريخ النادي الاهلي والثالثه على التوالي. ما شاء الله كانوا رجاله، حماس وقوه واصرار وروح الفانيلا الحمراء. بنبارك طبعا كابتن محمد مصلحي المدير الفني وكل الجهاز الفني. كمان نجاح البطوله اللي كانت مقامه في ملعب النادي الاهلي، ما شاء الله تنظيم على اعلى مستوى. كمان من ضمن اسباب نجاح البطوله جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي دايما بتظهر وقت الشده ودايما يظهر معدنها ودايما بيكون مسانده للنادي الاهلي في كل الالعاب، طايره ويد وقدم وسله وكل الالعاب. دايما جمهور النادي الاهلي هو الشريك المساهم في كل بطولات النادي الاهلي. قبل كده برضو من فتره قليله فاز بنات النادي الاهلي فتيات الذهب زي ما بيلقبوهم ببطوله افريقيا، ومن يومين رجال النادي الاهلي. ما شاء الله النادي الاهلي بيعيش فتره قويه كمان في العاب الصالات. برنامج الاشبال كنا عملنا تهنئه بسيطه لرجال كره الطايره للنادي الاهلي، نروح نشوف التهنئه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بكره كمان ان شاء الله عندنا مباراه مهمه جدا 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 للاهلي امام صن داونز جنوب افريقيا، وانا كمان يعني بعتبرها مباراه رد الاعتبار. النادي الاهلي لما خسرنا خمسه لعيبه كلها ما كانتش في حالتها، كمان الجهاز الفني. وارد في كره القدم ان ممكن تبقى انت يوم خارج نطاق الخدمه، لكن دايما الاصرار والعزيمه اللي بيتسم بها لعيب النادي الاهلي على مدار التاريخ هي دي دايما بتميز النادي الاهلي. بكره ان شاء الله محتاجين من اللعيبه الروح والإصرار والعزيمة وروح الفانيلا الحمراء، وكمان مع ده كله محتاجين الهدوء. الهدوء لما تتاح فرص إن أنا أستغل الفرص استغلال جيد. النادي الأهلي في بطولة أفريقيا فاز على فيتا كلوب 2-0، فاز على شبيبة الثورة 3-0، وكمان في الدوري العام فاز على بتروجيت 4-0 ومباراة سيمبا 5-0. إذا النادي الأهلي قادر إن شاء الله إنه يحرز عدد كبير من الأهداف، لكن الشيء الايجابي مع النادي الاهلي ما لما بيكسب برقم كبير كمان بتتاح فرص كتير. فاحنا النهارده محتاجين بكره ان شاء الله التركيز والهدوء لما الفرص تيجي، وان شاء الله عندنا لعيبه تقدر تحول الصعب والمستحيل تخليه